كسبت كاس العالم في 2006 مع إيطاليا، وكنت بعيش أفضل لحظات حياتي، وفي خيالي كانت الأيام الجاية أفضل بكتير. وأنا بتمشى في شوارع فورتي دي مارمي في إيطاليا، كان أي حد يقول لي صباح الخير كنت أرد عليه بالإسباني بيانوس دياس. أي حد كنت برد عليه بالإسباني. في ناس افتكرت إن اتجننت بسبب الفوز بكاس العالم، لكن الحقيقة محدش كان فاهم أنا ليه بعمل كده. في الواقع أنا كنت خلاص بتخيل نفسي لاعب في ريال مدريد، ووقعت على عقد الخمس سنين معاهم. في الوقت ده كان ميلان متهم في فضيحة الكالتشيو بولي، وفي احتمال أن ينزل للدرجة التانية. المستقبل كان ضبابي جدا، لكن أنا مستقبلي كان واضح، مش هلعب في الدرجة التانية مع أي نادي مهما كان، مش هتحمل أخطاء الآخرين. في الوقت ده اتصل بيا كابيلو وقال لي تعالى ريال مدريد عشان انت هتلعب أساسي في خطتي. مكالمة ما خدتش دقيقة واحدة. كنت بتخيل نفسي لابس التيشيرت الأبيض وأنا في ملعب سانتياغو برنابيو، لكن فجأة اتصل بيا وكيلي وطلب مني مقابلتي في ميلانو مش مدريد، وقال لي جالياني مش موافق، ميلان مش هيسيبك مهما حصل. اجتمعت مع جالياني وسألني انت عايز تروح ريال مدريد يا أندريا؟ قلت له أيوة. لقيته بيقول لي بثقة، عزيزي أندريا انت مش هتروح في أي حتة. وفجأة طلع شنطة صغيرة وسحب منها عقد وقال لي ده عقد مدته 5 سنين والقيمة مش مكتوبة، اكتب أي مرتب وحتاخده. قعدت الأيام ما بفكرش غير في الحلم اللي اتبخر، لكن في نهاية الموسم ده توجت بدوري الأبطال مع ميلان، واللي قلل شوية من سوء الأمر عليا. لكن قصتي في إسبانيا ما انتهتش هنا، كان ليا قصة تانية مع الغريم التقليدي لريال مدريد برشلونة. في 2010 كنا بنلعب برشلونة ماتش ودي، والإعلام مهتم برجوع إبراهيموفيتش معانا لإيطاليا بعد ما قرر جوارديولا يبيعه. في الوقت ده فوجئت بشخص ما هو صديق مقرب لجوارديولا، جالي بعد الماتش وقال لي تعال معايا في شخص عايز يقابلك. ودخلت أوضة ولقيت جوارديولا بيرحب بيا. جوارديولا قال لي أنا عايزك معايا في الفريق وتكون مع تشافي وإنيستا وبوسكيتس. ميلان رفض عرضنا، لكن الكل دايما بيرفض في الأول، انت حاول مع ميلان واحنا عايزينك معانا. برشلونة كان أفضل فريق في العالم في الوقت ده وبيلعب كرة ممتعة، وفكرت في الانتقال، لكن ميلان مرة تانية كان بيرفض بشكل قاطع، لدرجة انه ما خلاش برشلونة يوصل انه يبعت عرض رسمي. الرد دايما كان لأ، مش للبيع. كنت هبقى محظوظ جدا لو دربني جوارديولا، يعرف يخليك لاعب عظيم. في الموسم الأخير ليا مع ميلان كنت بعاني من إصابات، والأجواء ما كانتش كويسة، حتى الجمهور بقى يشعر بالملل مني، والسبب إن ما جريتش كتير. كنت بشوف في عيون الكل أندريا أنت مش هتقدر تقدم حاجة جديدة. كنت بلعب بلاي ستيشن مع نيستا وقلت له أنا عايز أمشي، لقيته بيقول لي ده الاختيار الصح. بدأت أدور مع وكيلي على عروض وظهر إنتر في الصورة. جالياني اجتمع بيا واداني قلم جميل عليه ألوان ميلان، وقال لي شكرا ليك على كل حاجة يا أندريا، وقال لي من فضلك لا تستخدم القلم للتوقيع مع يوفنتوس. إنتر كان عايز يشتريني بأي تمن، لكن حسيت أني بوجه إهانة كبيرة ومش مستحقة لجمهور ميلان. وفي النهاية اتصلت بإنتر وقلت لهم شكرا ليكوا على العرض، أنا وقعت اليوفنتوس من النهاردة. مضيت مع يوفنتوس بأنهي ألم مش هقول لكم أبداً.